صارت كم حادثة لبعض النشاء خلت العرب تسحب المسؤولية للمرأة بصورة عامة. يعني كانوا يعتبرون لما تشوف أحكامهم تلقى أحكام شاملة. يعني مثلا على سبيل المثال الأعشى، هذا الشاعر المعروف، الأعشى هذا عند زوجته وكان معتز بيها جميلة، فطالع يطلب الميرة، طلع في رجب يطلب ميرة، يجيب ميرة لأهله، يشتري طعام لأهله يمتار. بمجرد أن طلع نشزت عليه، عافت البيت وطلعت، طلعت اجى هذا الى بيته ما لقاها، ما موجودة بالبيت. رجعت بعد ايام من وراء انسان قد اردفها على ناقته وتعلقت به اخذته وانتهى كل شيء. فهل الذي اجى الاعشى يحمل ابيات طرحها بين يدي النبي صلى الله عليه واله، من جملتها اشكو اليك ضربة من الضرب، اخلفت العهد ولطت بالذنب، فهن شر غالب لمن غلب. كان معروف ابياته يطي بها حكم عام، فهن شر غالب لمن غلب. لا، يعني هذا بجور، هذا الحكم بتعدي. ما اكثر النساء الوفيات، احنا نعرف اكو بالتاريخ نساء غاية بالوفاء، نعم، للزوج، وغاية بالوفاء للعلاقة الزوجية، بحيث أن بعضهن لما توفوا أزواجهن شوهن محاسنهن. نعم، عينائلة بنت الفراس الكلابية زوجة عثمان خطبها معاوية، قالت ما أعجب معاوية مني، قالوا لها ثناياك، فكسرت ثناياها. مروان ابن هدبة، نعم، هذا زوجته من بعد قطع جدعت أنفها، يعني كانت مشهورة بجدعت أنفها، شوهت وجهها. من هالنوع تلقى بالتاريخ الشيء الكثير، فليس من العدل في شيء ولا من المنطق أن نجي نسحب المسؤولية من امرأة ارتكبت جريمة لنعممها على النساء. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.